قرار يقضي بحصول الجزائر على حصة 51% من حصص الشركات الفرنسية التي كانت تنشط بجنوب الوطن، إلى جانب إدراج كل الحصص المنجمية المرتبطة بحقول الغاز الطبيعي وكذا الحصص التي تمتلكها شركات نقل المحروقات في إطار هذا القرار الاستراتيجي. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. القرار الذي أعلنه الرئيس بومدين في خطابه أمام إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاء بعد المفاوضات الجزائرية الفرنسية بشأن نصوص تضمنتها اتفاقية إيفيان، والتي تعطي بوضوح حق الأفضلية للشركات الفرنسية في استغلال ثروات البترول في الصحراء الجزائرية. وقد بدأت تلك المفاوضات عام 1969 على أمل الانتهاء منها في جويليا 1970، قام على إثرها وزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة بعدة لقاءات جمعته بوزير الصناعة الفرنسي إكزافي أورتولي المكلف بملف المحادثات، لكنها لم تنتهي إلى أي نتيجة. يا ناس، يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر، لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهم في الجزائر. في سنة 70 أعلننا كذلك، قلنا الفرنسويين ما بغاوش، فنحن نعلن كدولة مستقلة حرة على سعر، قلنا السعر متاعنا في المستقبل ماهوش دولارين فاصل صفر 8 لكن دولارين وخمسة وثمانين. وفي الوقت الذي كان فيه الفرنسيون شبه متيقنين بأن المفاوضات ستكون لصالحهم على اعتبار أن الجزائريين في نظرهم ليسوا مؤهلين وغير قادرين على تأميم بترولهم، جاء هذا القرار المخالف للتوقعات والذي كانت له انعكاسات على الصناعة العالمية والتجارة الدولية للمحروقات.